تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي، وفي مقدمتها النصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال والكسب غير المشروع. وقد تمكنت وزارة الداخلية في هذا الإطار من تحقيق النتائج الإيجابية التالية. استمرارا للضربات الأمنية التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بكفر الشيخ لقيام عناصره بغسل 9 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم مقابل أرباح عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات وعقارات ودراجات نارية وإيداع جانب من الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافة للحقيقة. كما تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالإسكندرية لقيام عناصره بغسل 8 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات وعقارات وإيداع جزء من هذه الأموال بالبنوك بهدف إخفاء مصدرها وإصباغها بصبغة شرعية وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 تشكيلات عصابية بالإسكندرية لقيام عناصرها بالاستيلاء على 12.5 مليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة المفروشات والملابس الجاهزة وتجارة الأدوات الصحية وتجارة المواشي مقابل منحهم أرباح متفق عليها، إلا أنهم لم يلتزموا بسداد الأرباح كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها. وفي مجال مكافحة جرائم الاختلاس، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أمين عهدة إحدى الشركات بالقليوبية استغل طبيعة عمله واستولى على بضائع بقيمة ما يقارب 3 ملايين جنيه وامتنع عن توريدها للشركة، ولإخفاء ذلك قام بالتلاعب في كشوف أوامر التوريد لإثبات استلامه بضائع أقل من قيمتها الحقيقية. كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مدعياً وجود علاقات ببعض موظفي الجمارك على خلاف الحقيقة وإمكانية استخدام هذه العلاقات في إنهاء إجراءات استيراد السيارات من الخارج بسعر أقل من السوق مما مكنه من الاستيلاء على أموالهم. وعلى صعيد مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم ترويج العملات الوطنية المقلدة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشائه العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية زعم عناصر التشكيل من خلالها امتلاكهم عملات وطنية مقلدة وادعاءهم تسويقها مقابل نسبة عمولة خلافة للحقيقة، وتمكنوا من خلال هذا النشاط من الإيقاع بالعديد من الضحايا وإقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبالغ المتفق عليها على محافظ مالية خاصة بهم والاستيلاء على تلك الأموال.